في بلد يشكل النفط فيه موردا ماليا كبيرا على المستوى الاقليمي بل والعالمي تثير ازمه السيوله النقديه علامات استفهام كثيره عن الخلل الاداري والفساد المالي الذي تسببت به هذه الازمه الحديث هنا عن العراق الذي بلغ العجز المالي في موازنته قرابه 84 تريليون دينار رقم ليس نهائيا وقابل للزيادة بحسب ما أكدته اللجنة المالية النيابية نقلا عن بيانات وزارة التخطيط تشير اللجنة المالية النيابية إلى أن الحكومة تقف عاجزة عن معالجة لعجز الموازنة التي تأخر إقرارها نظرا لعدم وجود سيولة مالية كافية تتمثل بالدينار العراقي لتغطية النفقات والمستحقات الافتقار إلى السيولة المالية الكافية عمّق أزمة تأخر رواتب الموظفين في مختلف محافظات العراق، بما فيها الشمالية. كذلك عدم استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية يكشف عن مدى افتقار العراق للسيولة المالية. المتسبب في أزمة السيولة النقدية هي القرارات الحكومية الخاطئة وخططها الفاشلة. كما يؤكد خبراء اقتصاديون بينوا ان النفقات الهائله على مشاريع اتضح ان الكثير منها بلا جدوى اقتصاديه فضلا عن الزياده الكبيره باعداد الموظفين كل ذلك اسباب ادت الى زياده العجز بشكل ملحوظ وما يزيد من عمق الازمه هو مجازفه الحكومه باطلاق موازنه ثلاثيه تعتمد على سعر معين لبرميل النفط دون ان تراعي احتماليه تقلب اسعاره وفقا للظروف الدوليه والاقليميه وعندها ستكون الحكومه امام معضله حقيقيه تتعلق بمتطلبات الانفاق وقيمه واردات النفط امام هذه الازمات لا تجد حكومه السودان سوى اطلاق تصريحات طمانه لغرض التسويق الاعلامي فيما تلجا لفرض سلسله ضرائب كمورد مالي سينتهي بافقار ملايين العراقيين